مرتي، نهارت اللي كتب القصيدة ونهارت اللي ردمها شعب. حبيت نكتب لك بروح جبران ومسك، هل في أعماقك جوع من الحب؟ ما جاوبتنيش، قلت بالك شي أنا بديت بيهم اللحظة اللي تولدت فيها. 377 الباقيين حاولت تحصلهم على امتداد حياتك اللي عشتها. شنو تقصد بالمرحلة الجاية؟ قلت هذا الكل علاش؟ على خاطرك حبيت تلم، وكان انت تولي ملايكة وقتها انا نجم نخلط عليك. الفكرة بدأت بعد ما لاحظنا اللي التعامل الإعلامي مع قضايا مجتمع الميم العابدين والعبيرات المثليين والمثليات متواضع ولا ضعيف شوية، من غادي كانت طلقت الفكرة نتاع المسرحية، وحبينا ما نكتبوش الواقع كيف ما هو، قلنا نعملوا مسرحية خيال علمي وفلسفي نحكيو فيها على حكاية عابرة تونسية في 20 سنة الجاية في تونس، كيفاش باش تكون هالحياة هذايا في خضم تطور الحياة السياسية الاقتصادية الاجتماعية والثقافية. 2020 ترانستيكس تتناول عدة مواضيع منهم الهوية الجندرية، أما كيف نقولوا الهوية الجندرية كهو نتصور أني نحن باش نظلموها، دونك تحكي على برشا مواضيع أخرى كما تونس في المستقبل، كما لامور إيمينونت، كما توسكي ميتافيزيك، دونك هو عالم كامل تصور واستخايل المخرج وحط وجستو سيغ سين، دونك ما لازمكش تكون اون بيرسون ترانس باش تحس بشخصية تينا، تينا هي الشخصية اللي باش نلعبها. كيفاش مت؟ عشت 45 سنة في الفلبين، تربيت في ملجأ، تغرمت بالشعب. والله المسرحية حاجة ياسر عجبتني، سامي فوستي اللي أنا مانيش مستنسة بيه في المسرحيات في تونس، معناها لو ستيل ديكريتور الكتابة ديفيرونت، الطريقة اللي يخدم بها الموضوع ديفيرونت، إي لابخوش بارابور للموضوع الإتر هومان والجنس اللي احنا عندنا مشكلة كبيرة بارابور للجنس، ومانيش تصالح مع بدنا ومع نحنا شكون. والمقاربة مع تونس وشنو هي قاعدة تصير في تونس حاجة ياسر عجبتني وحاجة ياسر ذكية ومكتوبة برشا ذكية وثمار زيدة. قيد القضاء كيف يد الله في الدقيقة التي انفصلت فيها يدي عن رجلي. حابين بلا حرام ما همش باش يقتلوك.